السلام عليكم. قصتنا الليلة عن مجرم متسلسل في الكويت، وأنا سبق ذكرت لكم أكثر من مجرم متسلسل مثل حميد الذيب، خاطف الأولاد والبنات الصغار اللي اعتدى عليهم وكذا، وكذلك سارق البنوك اللي كان يطلق النار على اللي يسحبون مبالغ مالية ويسرق منهم وكذا. والقصص موجودة عندكم في القناة. أما هالمجرم هذا اللي بسولف لكم عنه الليلة، هذا ضرب على الوتر الحساس، سبب رعب لدى النساء في الكويت لأنه كان يستهدفهم. في عام 1980 حصلت عدة قضايا وبلاغات، لكن أصحابها يتراجعون في اللحظة الأخيرة. الناس أنتم عارفين خصوصا في ذاك الوقت الناس تدور الستر، ما تبي المشاكل، وخصوصا أنه يعني مثلا ما وصل يعني في الاعتداء إلى يعني مستوى كبير جدا، يعني حاول أو تحرش أو كذا، والناس تقول يبقى أهم شيء الستر ويتركون الموضوع. لكن بقول لكم أكثر من واقعة مرتبطة في نفس المجرم. في عام 1980 يوم الأيام امرأة كويتية صحت وتنده على الشغالة اللي عندها من الجنسية الهندية، يا فلانة يا فلانة، ما ترد عليها، متعودة على شغالتها يعني تصحى يعني مبكر يعني في الوقت، لكن هالمرة الساعة 10 11 12 وتنده عليها. راحت لها الغرفة ولا تلقى الشغالة طايحة على الأرض ومتشنجة وفي نفس الزبد اللي يطلع من فمها وفي حالة يرثى لها. قامت تصرخ هالمرة وجاء زوجها وش السالفة، وقالت الخدام اللي لقيتها بهالوضع وياخذونها ويطيرون فيها للمستشفى. دخلت للمستشفى للعناية المركزة بين الحياة والموت، فيها اختناق وفيها لا. طبعا المستشفى بلغ رجال الأمن، خصوصا أن في محققين يسجلون البلاغات أو الحالات اللي تدخل في المستشفى وفيها اشتباه جنائي. أجلست الشغالة في المستشفى أكثر من 3 أسابيع إلى أن استعادت الوعي، وجاء المحقق المكلف في القضية يسألها، لأنهم كانوا مشتبهين في أسرة يعني مخدومة، يعني ممكن أحد متعرض لها. يمكن سألوها إيش صاير، قالت وأنا نايمة بالليل ما حسيت إلا مثل المادة اللي يعني شيء واحد يرش علي مثل البخاخ، يرش علي شيء على وجهي يعني وأنا نايمة، وحاولت أفتح عيني، بديت أختنق وبس يعني هذا في البداية، لكن حسيت إن في أحد يحاول يمسكني لكني فقدت الوعي. أخضعوها للفحص الطبي الشرعي، قالوا يبا هذه متعرضة للاغتصاب وإن آثار من المادة اللي عليها مادة غريبة، مادة كيماوية لكن ما قدروا يحددونها بالضبط، لكن مادة تفقد الشخص الوعي وتشل حركته وتسبب الاختناق إذا تم رشها في أماكن الاستنشاق مثلا أو في الفم، بالإضافة إلى أنها تسبب الحروق يعني في الجلد وغيره. وتم تقييد القضية ضد مجهول لأنه ما عرفوا منو هذا، بحث أو حققوا مع أهل البيت بالكامل، الأبو والعيال صغار، ما في أحد يدخل بيتهم بالليل، قاموا رفعوا البصمات، ما في أبدا دليل على وجود شخص ارتكب هالجريمة في الشغالة. يحاولون في الشغالة لك علاقة في أحد، تكلمي قولي، قالت أبدا. المهم قيدوها ضد مجهول، لكن في انتظار أي معلومة تفتح القضية من جديد. الحادثة الأولى كانت في منطقة القادسية،
لكن بعدها بشهر حصلت واقعة ثانية في منطقة الروضة اللي سبق ذكرنا فيها قصة حنان وفوزي. شو اللي صار؟ شخص مجهول اقتحم بيت بالليل، قدر انه يوصل الى غرفة النوم لصاحبة البيت، امرأة يعني كان عمرها في اول الخمسينات لكن ما اعتدى عليها، كانت نايمة، رش عليها المادة اللي استخدمها في التخدير. بعد ما تأكد انها دخلت في اشبه ما يعني تسمى في الغيبوبة، يعني اختناق وساكتة، تركها ودخل الغرفة اللي بجانبها. غرفة منو؟ غرفة بنتها عمرها تقريب 27 سنة كويتية. دخل عليها وكان كأنه متأكد ان البيت ما في الا هالمرأة الكبيرة وبنتها، او يعتدي على البنت. اغتصبها والبنت تحاول تقاوم وضرب وكذا، ويحاول يرش عليها المادة ما قدر، لكن بعد يعني مقاومة عنيفة جدا قدر انه يعتدي عليها، تركها وهرب. والبنت المسكينة من هارة تبجو وتصرخ وتحاول انه تستغيث بحد، بوالدتها، بالناس، من يسمعها داخل البيت، ووالدتها ما ترد. المهم بعد ما تأكدت ان هذا الرجل المجهول اللي طلع لها من وسط الظلام ما تدري من وين شلون دخل غرفتها وداخل البيت وماخذ راحته، طلعت تدور على والدتها. دخلت غرفة النوم والدتها ولا تلقاها بحالة تشنج وقاعدة تشخر من الاختناق، يعني كأنها بتموت، وال يعني صار الوجه يعني يعطي ألوان، يعني كأنه يعني منقطع عنها الأكسجين. بدت عاد طلعت بالشارع المسكينة وتستغيث بالناس اللي بالشارع، واتصلوا على الشرطة وشالوا المرأة، ويا الله يا الله ان الله كتب لها عمر من جديد، ان استعادت وعيها بعد كم اسبوع. سجلت قضية وبدت عاد هني الاحداث تترابط مع بعض، اربطوا الحادثة هذه بحادثة الشغالة الهندية اللي في القادسية، لان لقوا اثار. الطب الشعري اكد ان نفس الاثار اللي موجودة في الشغالة الهندية هي نفس الأثار اللي موجودة في والدة الضحية، الفتاة اللي تم اغتصابها الكويتية. هني لا، احنا امام مجرم متسلسل، مجرم مصمم على الجريمة. الموضوع ما هو عرضي، يعني الخادمة صحيح ما عطتهم بيانات لان فقدت الوعي لما اعتدى عليها، لكن البنت ما قدر يخدرها واغتصبها وهي يعني كانت في وعيها وشافته وكذا، وأدلت في مواصفاته، لكن مواصفاته مواصفات أي شاب. قالت ما هو طويل ولا هو قصير، متوسط، شوي متروس، وخصوصا المتروس هذا المدلقم اللي كأنه فقمة خطير، يعني حركته سريعة يعني وعنيف، فما تعرف يعني تقول انا يعني ما وسط الظلام وحاط ايد على فمي ومرات على عيني وكتفني وضربني، وفجأة ولا بيننا سابق معرفة. حققوا معها، مع اسرتها، مع اقاربهم، ارفعوا البصمات، يحاولون يشوفون احد يعني شاف له شخص يعني مجهول يحوم حوالين البيت، لان هذا الشخص دخل البيت وهو عارف ان داخل البيت فقط الام وبنتها. اشتراه هذا يعرف البيت عدل، يعني يا انه يراقب ولفترات طويله، يا انه يعني قريب منهم. زين شنو علاقته في الشغاله اللي في القادسيه؟ ما في اي يعني صله قرابه بين هالعائله هذه والعائله الثانيه، فالامر اصبح معقد بالنسبه لرجال الامن، وللأسف كذلك قيدت ضد مجهول. صارت سالفة بعدها أشنع وأقوى. السالفة الثالثة صارت في منطقة العديلية، وهذه ترى كلها مناطق
ملاصقة البعض، يعني عديلية والروضة والقادسية كلهم قريبة جدا، المسافة اللي بينهم دقائق بسيطة جدا، يعني الشخص هذا لابد أنه سكن قريب من هالمناطق. اللي بالعديلية شو اللي صار؟ رجل نايم في بيته وأسرته موجودة وعندهم كلب صغير، ما هو كلب حراسة، كلب صغير يعني حاطينه في يعني ممر اللي داخل البيت حق عياله صغار وكذا. طبعا التفاصيل هذه مهمة في القضية. يقول أنا كنت نايم، هو نفس الرجل ومن عائلة معروفة جدا، وأنا نايم والصوت يسري وكان وقت شتاء وما في تكييف، ما في المكيفات القديمة تعرفونها، الشباك هذه الجنرال وغيره اللي مزعج اللي تمنع الأصوات ما تسمع لصوت تكييف. يقول إذا جاء الشتاء وطفينا التكييف الصوت يسري، وأنا نايم أسمع صوت الكلب الصغير هذا. يقول ما اهتميت، لكن بعدين بديت أسمع صوت الكلب لكن كأن فيه اختناق، كأن الكلب مختنق يعني. يقول وأنا متعود مرات لأن الكلب هذا صغير ومرات يأكل أشياء، يعني أسمع صوته صوت خشن كذي ويعني كأنه فيه ضيق تنفس. فيقول أنا خفت عليه، قلت حرام، وكان أقوم من الصبح، قلت منو اللي قمت من النوم. يقول أنا من اللي موكله يعني من الصبح من الفجر يعني، والوقت كان تقريبا 4:30 الفجر. يقول قمت ورحت لجهة الصوت، أنا متعود إن الكلب موجود في الممر حاطي له بيت صغير. يقول لا، الصوت ما هو من الممر ولا هو من الكلب أصلا، الصوت يصدر من غرفة الشغالة، عنده شغالة فلبينية، ويتجه إلى غرفة شغالة ويفتح الباب، ولا ذاك الرجال المتلثم ولابس البيجامة أو دشداشة النوم وبارك على الفلبينية، وهذيك مختنقة لأنه راش عليها المادة ويحاول يعتدي عليها. يقول أول ما دخلت وشفت هالمنظر بديت أصرخ أنت منه، فوقف لي. تصدقون يقول يعني في التحقيقات، يقول لما قلت له أنت منه وش جابك هنا، رد عليه المجرم يقول له وانت شكو، يعني أنت شو دخلك، أنت ليش متدخل في الموضوع. يقول أنا بهالكلمة، ليش إحنا نقول لكم هالكلمة هذه ضرورية أذكرها لكم، لأن هني يقول أنا عرفت إن هذا من كلمته، يقول أنت شكو عرفت إنه كويتي. شو اللي صار؟ يقول تماسكت وياه هجمت عليه، لكن طلع عنيف وعرض وعنده قوة جسمانية خيالية، يقول مسكني وضرب بالحيطان وبعدين ضربني في خاصرتي، واستطاع أن يفلت من إيدي ويركض في البيت، أنا ركضت وراء. المصيبة أن يدل البيت أفضل مني بهالظلام، على طول لفة لفتين ثلاثة ولا هو برا البيت. أنا بديت أصرخ عشان يسمعوني زوجتي وعياله وصحة، ولا الضربة القوية اللي جتني في خاصرتي ما كانت من إيده فقط، لا كأنه كان ماسك آلة حادة بإيده وطعني فيها، والأغلب إنها السكين اللي تكون في مقراضة الأظافر، تعرفون أنتم هذا اللي يقرضون فيها الأظافر فيها سكين، لكن هذه مقراضة أيام الثمانينات كانت أصلية، الحين كلها بطقة. فيقول كأنها هذه يعني المقراضة، وفعلا الطب الشرعي أكد أن عمق الطعنة ما كان كبير جدا، لكنه ضرب في بعض الأجزاء الحيوية في جسمه لدرجة بدأ ينزف إلى أن أغمى عليه. أسرته انقلوه إلى المستشفى ودخل في غيبوبة تقريبا 15 يوم لين صحة، وأخذوا منه البيانات رجال الأمن وبدأ التحقيق في الموضوع، وتم ربط القضية في القضايا السابقة
ان نفس المادة الموجودة على الفلبيني، طبعا الفلبين قذوها وتكلمت، وكذلك الرجل المخدوم نفسه هذا صاحب البيت تكلم وعطى التفاصيل، ونفس التفاصيل بشكل الرجل او المجرم اللي ادلت فيه الضحية السابقة الكويتية اللي في منطقة الروضة. هنا عرفوا ان هذا شغال، هذول القضايا اللي الناس أدلت فيها، لكن ممكن في قضايا النص ما تتكلم، تبي الستر أو إنه ما تمكن أو إنه يعني خايفين، أو تعرفون ظروف العالم. بدأ الموضوع يكبر والصحف تتكلم والناس تخاف مخدر، لأن بدأ الموضوع كله يتكلم على موضوع إنه يخدر النساء ويعتدي عليهم، فصاروا يسمونه المجرم مخدر البنات أو مخدر النساء، أو صار رعب في ذيك السنة في عام 80 لدرجة أن الناس صارت خصوصا في المناطق اللي هي الروضة والعديلية، صاروا الرجال يسهرون، يعني صاروا ما ينامون، وأي واحد يمشي بالشارع يا ويله يسألونه أنت من وش جابك وين بيتكم وشنو قصتك وكذا، فالناس خايفة من كثر الرعب، وأنتم عارفين الإعلام مرات يضخم الموضوع وما يلامون، لأن هذا مجرم فالت، مجرم ممكن بأي لحظة يدخل بيتك ولا بيتي ولا بيت أي واحد، فالناس ما تلام. صار استنفار من قبل رجال الأمن، وحجزوا رجال الأمن خصوصا في المخافر اللي في العديلية والفيحة. الروضة ما كان فيها في ذاك الوقت ما كان فيها مركز شرطة، لكن حطوا نقطة أمنية في وسط منطقة الروضة مؤقت إلى أن يعني يكون عندهم مركز ثابت، لأنها تتبع كانت في السابق إلى مخفر العديلية. وصار استنفار ويدورون، جابوا ناس خبرة في التحقيق في البحث في التحري، هذا يعني لازم تعطونا شخصيته، دوروا لنا من هذول أصحاب السوابق، الموضوع لازم ما يمر مرور الكرام. قالوا خلونا نحقق مع أصحاب أو كل ضحية، نحقق مع الشارع اللي هي فيه، نسأل هل مثلا الضحية الأولى اللي هي الهندية يعني في أحد حواليها من أصحاب السوابق ساكنين حواليها في القادسية، أو الفتاة فتاة الروضة اللي تم الاعتداء عليها واعتداء على والدتها، هل يعني من جيرانهم في أحد من أصحاب السوابق؟ ولها الطريقة سألوا سألوا سألوا، وصارت مصادفة غريبة. البنت هذه اللي تم الاعتداء عليها قالت ان مره من المرات، هالبنت هذه طبعا اللي هي اللي تم اغتصابها كانت نايمه عند امها لكنها متزوجه، كانت عايشه مع زوجها وزوجها بيسافر، راحت عند امها تنام عند امها يعني، ففي هالوقت صار عليها الاعتداء. زوجها فعلا تم الاثبات انه كان مسافر في هالوقت. سألوها مشتبه بأحد، يعني في أحد مرة يعني، لأن فتحوا القضية من جديد، جابوا كل الضحايا من جديد يحاولون يربطون، يعني في شخص مثلا موجود في كل القصص هذه أو كل القضايا أو له صلة في القضايا الثلاثة. فسألوا البنت الكويتية لأنها كانت واعية، وهذه أكثر واحدة ممكن تعطيك التفاصيل، سألوها يعني هالشخص هذا شفتي بحياتك مر عليك زين، صار شيء غريب لما كنت موجودة في بيت والدتك، يعني أحد تحرش فيك؟ قالت لا، بس مرة في امرأة دخلت علينا البيت، ضربت الباب ودخلت وأنا في البيت موجودة بس أنا والدتي، فدخلت علينا، هلا حياك الله تفضل، يقول ما نعرفها وضيفناها. قالت والله احنا جايين خطابة يعني نبي نشوف بناتكم وكذا. فقلنا لها يا حجي احنا ما عندنا بنات، بس انا وامي يعني، وانا مرة متزوجة اخاف مضيعة في البيت ولا شيء، من تبين؟ قالت والله انا اسأل عن بنت اسمها فلانة. قالت لا والله، بس ممكن
اللي تقصدينهم جيراننا مو بيتنا. وطلعت، لما طلعت كان في واحد ينتظرها برا. بس قالوا معقولة الحين وحدة داخل بيت تسأل شنو عندكم بنات وداشة مضيعة وهذول العائلة ما عندهم بنات، وبعد هالسالفة حصلت قضية الاقتحام، ممكن ان هذه من تحلى صفة خطابة، وان اللي كان معاها هو اللي ارسلها علشان تعطيه المعلومات واحداثيات البيت ومنه موجود، ممكن. وهذا كان اكثر توقع يعني ضبط مع التحريات ذاك اليوم. قالوا لها شنو مواصفات المرأة هذه؟ قالت والله ما ادري وكذا، لكن سألوا عن فلانة وهذه فلانة بنت جيراننا، ويروحون الى جيرانهم. السلام عليكم، عليكم السلام، معكم المباحث، والله في عندنا كم سؤال، عندكم بنت اسمها كذا؟ قالوا اي نعم. زين الفترة الماضية مرت عليكم وحدة تدعي نفسها انها خطابة وكذا؟ قالوا اي نعم صح. قالت والله انا جاية اخطب فلانة وانا خطابة وكذا، وفي واحد يبي يتقدم لها ولكن احنا رفضنا. عندكم بياناتها؟ قالوا ايه عندنا بياناتها، او يعطون بيانات الخطابة لرجال المباحث، وعلى طول يتم القاء القبض على هالمرأة، ولا هذه عمرها تقريب 47-48 سنة. يوم ألقوا القبض عليها، انت شنو قصتك وشنو تشتغلين وين اهلك وين بيتكم؟ قالت والله انا شغلتي خطابة. قالوا ليش عندك ذاك اليوم في المنطقة اللي رحتي لها اللي هي في الروضة، ودخلتي بيت فلانة وسألوك قالوا لك يعني امرش بغيت؟ قلتي والله انا جاي ادور يعني بنت وللزواج وانا خطابة وحق واحد، وقالوا لك يا بنت الحلال احنا ما عندنا، تذكرين هالواقع؟ قالت اي نعم اذكرها. قالوا منو اللي كان معاك؟ قالت هذا شخص انا عرفه، وهو متزوج عنده يعني متزوجة وعنده عيال ويبي زوجة ثانية، والموضوع سري، فشايف بنت ومعجب فيها وأرسلني علشان أخطبها، وأنا دخلت بالغلط على هالبيت. لا 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 هالكلام هذا ما ينفع، وين هالرجل هذا اللي أرسلك؟ ويروحون ويلقون القبض على المعرس الجديد هذا، هذا اللي ياشين حظه، اللي انفضح ذاك اليوم وزوجته الأولى ما تدري، لكن لما تم إلقاء القبض عليه في قضية كبيرة مثل هذه وانتشرت السالفة وانكتبت بالجرائد وزوجته درت، العنت خيره. قالت لا تبي تروح تزوج، ها ربك فضحك خلاك تدخل بيت بالغلط ويستدعونك في جريمة وكذا، واشتبهوا فيه ان هذا هو نفس اللي اقتحم البيت. قال لهم يا جماعة والله أنا مسكين وأنا أدور الزواج وبالحلال، وأنا أرسلت الخطابة علشان تستر علي وما حد يدري، ما أبي أكلم أحد من أهلي يدوروا لي مرة، والحين تجيبوني في قضية والكويت كلها سولف فيني، فضحتوني وزوجتي. قالوا لا تكلم الحين، ليش جبت المرة عند هالبيت؟ قال أنا أصلا قلت له البيت الفلاني وأشرت له البيت وأنا كنت واقف برا، الثولة الخطابة دخلت بيت الناس بالغلط، فأنا صرت حوم حوالين البيت ميت قهر، أبيها تطلع الغبية أقول لها مو هالبيت البيت الثاني. يوم طلعت قلت لها يا بنت الحلال أنت ما تفهمين، أنا جايبك على هالبيت هذا، ليش دخلتي الباب هذا؟ لأن باب بجانبهم يعني. قالت ما أدري وكذا، راحت دخلت على البيت الثاني، وكذلك قالوا لا أصلا ما عندنا حريم للزواج، لكن انفضح المسكين وزوجته دارت لكنه طلع بريء. قال مو مشكلة زوجتي يعني تسوي لي مشاكل، ولا ان انا اتهم في قضية مثل هذه، الكويت كلها تسولف عنه مخدر النساء، لا يبا. المهم راح من هالسالفة. قالوا اجل الموضوع يحتاج الى بحث اكثر. الحين عندهم ثلاث قضايا، وتحصل الحين وصلنا الى اخر 80، دخلنا في 81 كذلك في منطقة الروضة، في فتاة بدت تصرخ واتصلت على العمليات وانقلبت الدنيا. هذا الكلام الساعة 2:30 بالليل. يوم جو قالت والله في واحد
حاول يقتحم البيت، ودخل فعلا عبر السور الصغير اللي في البيت ودخل الممر. ولأن أنا غرفتي في الدور الأول على طول اللي بعد الأرضي الأول نفسه، فتسلق من الشباك إلى أن وصل البلكونة. تقول أنا ما حسيت إلا صوت كركبة وخرخشة في بلكونة غرفتي. أول ما فتحت الستارة والجام يعني أو الشباك كان مغلق، ولا هذا اللي واقف اللي بديت أصرخ، لكن هرب وعلى طول نزل وطلع من البيت. بنفس اللحظة اللي بلغت قالوا خلونا نستنفر ونطوق المناطق اللي حوالين موقع الجريمة. طوقوا الروضة والعديلية والفيحة والقادسية، أي واحد تشوفونه بالشارع اسحبوه. تجمعوا ضباط المباحث في المراكز الأمنية اللي حوالين المناطق، تجمعوا في مركز واحد والأفراد منتشرين في كل مكان. الموضوع وصل إلى وزير الداخلية اللي مهتم بنفسه في الموضوع. هذا طلعونه من تحت الأرض، الشخص اللي سوى هالجريمة. شو اللي صار؟ في ضابط دورية اسمه منيع البصمان، ملازم أول أو ملازم في ذاك الوقت، ما أدري الحين إذا هو موجود ولا الله يعطيه الصحة والعافية وطول بعمره، ولا الرحمة تجوز على الحي والميت، الله يرحمه ورحمته. الضابط هذا كان معاه عسكري، هذا شرطي مال الأسواق، كان معاه في الدورية، ما أخذه ظهري طالعين مهمة على أحد الأسواق وكذا. وهذا ضابط مباحث اللي هو منيع البصمان، فمخلصين المهمة، إيه كانت موضوع سرقة في أسواق، ومخلصين المهمة وراجعين إلى مركز الشرطة. وهذا الكلام كان قبل الواقع، ركزوا معاي بالسالفة. فدخل إلى منطقة الروضة ياخذ جولة أمنية، وبعدين هو رايح أصلا للعدلية، ما له علاقة في القضايا اللي هي قضايا اللي حصلت والمجرم متسلسل اللي يدورونها، ما له علاقة فيهم. لكن لأن في قضية صايرة بالسوق، أخذ العسكري مال حرس الأسواق معاه وراح حقق في القضية، وجاء يعني راجعين للمركز، رايح للعدلية يعني، مر على الروضة بطريقة كالمعتاد يعني، يمشط المنطقة وهو رايح. الكلام هذا كان الساعة 1:45. شاف سيارة من نوع بيوك، أبويك، احنا نسميها بيوك، بويك القديم هذا 80 79، واقفة بجانب محول على شارع عبد السلام عارف. عبد السلام عارف الشارع يسمونه عبد السلام عارف، هو الرئيس الجمهورية العراقية السابق. ففي محول وهو واقف جنب المحول، لكن مطفي الأضواء ومخلي فقط اللي هو السكن أو الليت اللي يسمونه التنبيه البسيط، هذا إضاءة بسيطة. فاشتبه فيه، ساعة تقريبا 1:45، ايش عنده هذا واقف؟ لما اقترب منه في مركبة الشرطة الدورية، هذاك ارتبك، حرك من موقعه اللي هو واقف فيه. فالضابط الحق على طول لما شافه انه ارتبك وحرك السيارة وحاول انه يدخل في الشارع بين البيوت، وقفه، قال ليش واقف هني؟ قال والله أنا تعبان وأنا توني طالع من مستشفى. وقال نعم، قال عطني ليسن. الضابط طلب منه الأوراق الثبوتيات يعني، طلع له رخصة القيادة، وطلع له اللي هي احنا نسميه دفتر السيارة أو كتاب يعني ورقة السيارة. طلعت السيارة سيارة أخته، وطلع له ورقة، قال أنا توني طالع يعني من كم يوم من مستشفى الطب النفسي.
ليش عطاتي؟ لأن كان الولد شوي كلامه شوي ثقيل وكذا، يعني كأنه متعاطي كأنه كذا، وهذا مستغرب من الضابط. فعلشان يثبت له أنه مو متعاطي قال أنا طالع من الطب النفسي وأنا آكل حبوب يعني للأمراض النفسية. يعني الضابط ما ارتاح له، قاعد يطالع في السيارة ولا في لوحات، لوحات اللي هي لوحات فنية، وفي بيتكس اللي هو الغراء، وبعض المواد اللي من خلف السيارة. قال تعال خلى حارس الأسواق يسوق سيارة هالمشتبه فيه هذا، وسامحوني على تعليق صوتي في السيارة، ما أقدر أوقفه ولا أعرف شلون أوقفه، المهم إن شاء الله أشوف له حل. المهم فخلى حارس الأسواق يسوق السيارة وهو قائد الدورية، وخذ معاه المشتبه ووداه إلى مركز العديلية، أخذ بياناته كاملة، وبعدين أفرج عنه في الساعة 1:45، يعني كان الكلام اللي بينهم 15 دقيقة ربع ساعة، لأن أصلا بين الموقع اللي هو المحول الكهرباء اللي في منطقة الروضة إلى مركز شرطة العديلية 3 دقائق 4 دقائق في ذاك الوقت، ما في فاصل بينهم وما في زحمة شوارع ولا سيارات كثيرة والكلام في الليل، يعني سهل الروحة والرجعة. فأطلق صراحة الساعة 1:45 وكان مثبت في دفتر الأحوال، وطلع في مهمة ثانية. لما رجع مرة ثانية حق المركز المتجمعين فيه ضباط المباحث بعد ما استغاثت البنت اللي شافت واحد على البلكون، هو جاهم قال لهم عسى ما شو صاير استنفار وكذا، قالوا والله في واحدة تستغيث وإحنا حاسين إن هذا هو نفس الشخص اللي ارتكب الجرائم السابقة، اللي هو المجرم المتسلسل اللي يدورون عليه. فسأل البنت كانت موجودة عندهم في مركز الشرطة، الكلام هذا كان الساعة 2:30 أو 3، فسألها اللي هو الضابط نفسه منيع البصمان، قال له شلون شكله؟ قالت شكله لا هو طويل ولا هو قصير، شوي يعني متبتب شوي، كان لابس بيجامة اللي هي اللي هو دشداشة النوم احنا نسميها، او ثوب النوم. اول ما قالت له المواصفات ويتذكر الولد اللي سحبه، اللي صاحب البويك اللي سحبه واللي قال انا مريض نفسي وانا كذا، قال بس انتظروني دقائق عند العنوان، ويروح الى مركز العديلية وياخذ البيانات اللي موجودة في دفتر الاحوال، ويطير الى بيت الشخص نفسه في الروضة، ويلق القبض عليه، ضرب الباب ولا طالع لا امسكه على طول وحطه في الدورية، ورجع فيه إلى مركز الشرطة اللي مجمعين فيه الضباط ويجيب لهم، قال لهم هذا المجرم. قال له ها منو هذا؟ قال هذا اللي تدورون عليه. اشتراك من وين جبته؟ قال أنا أقول لكم السالفة، هذا اشتبهت فيه الساعة 1:00 كان واقف عند المحول، ولا والمحول هذا في الروضة، واتضح ان المحول ملاصق لبيت الضحية الأخيرة اللي شافته على البلكون اللي فشلت المهمة. يوم شافه واقف عند المحول كان يراقب البنت، ولما افرج عنه الساعة 1:45 ارتكب الجريمة الساعة 2 بالضبط، يعني كان مصمم لارتكاب الجريمة، طلع من مركز الشرطة راح الروضة على طول، راح اقتحم البيت وصعد البلكون، لكن البنت اكتشفت الموضوع وصرخت وهرب. جابوا البنت قالوا لها احنا نبيك تشوفين واحد في طابور عرض، جابوا لها مجموعة من الضباط والأفراد اللي موجودين في المركز وحطوا بينهم مشتبه، طبعا غيروا ملابسه. قالت هذا هو، متأكدة؟ قالت هذا هو، وهو شكله مميز جدا، انا ودي احط لكم صورته في الانستغرام، راح احط لكم ان شاء الله. قالت اي نعم هذا هو، متأكدة يا بنت الحق؟ قالت 1000000%، انا شفته وجه لوجه، بينه كان الشباك والشباك شفاف والبلكونه فيها اضاءه وغرفتي فيها اضاءه، انا شايفته وانا ما كنت نايمه، يعني كنت يعني لسه كنت بنام، يعني انا متاكده، ونفس البيجامه اللي لابسها لونها ازرق مخططه يعني في ابيض. قال لهم طبعا لا والله مو صحيح، حرام عليكم ظلمتوني، ما ظلمتوني.
قالوا له حبيبي الحين احنا مو على هالقضية هذه. هذه انت فشلت، انت اقتحمت البيت فقط، لكن احنا نبي البنت بنت الروضة اللي اقتصبتها، ونبي الهندية اللي اقتصبتها في القادسية، ونبي الفلبينية العديلية، ونبي القضايا المجهولة اللي العين راح تسولف حبيبي. يوم شاف الموضوع ان يعني خلاص، قال لهم خلاص انا بقول لكم. قالوا له شوف احنا نبي الحين في البداية القضية هذه، نبيك تدلين البيت، نبي نتأكد اذا انت يعني المشتبه فيه ولا لا. قال ما ادليكم، ويوديهم بدون اهو يمشي قدامهم، يعني جابوه قريب من الموقع عند المحول، وهو اتجه الى البيت ومثل لهم شلون دخل. قالوا من هالباب هذا دخلت. يوم دخلوا معاه رجال الامن، وكانت فيه يعني لقطه باذكرها لكم كانت غريبه جدا في الموضوع. يذكرون ان لما دخلنا احنا الضباط وهو ماشي قدامنا طبعا مكلبش، اول ما دخلنا الممر ولا هذه البنت اللي شافتها على البلكون عندها كلب حراسه ياكل الوحش، يعني بلي هذا الكلب. اول ما شاف رجال الامن ويهب عليهم ينابح ويبي يهجم وكذا، ويقوم هذا المجرم ويعمل له حركه باصابعه ويسكت الكلب. انصدموا، كانت تعرف هذا يصير يعني بينكم معرفه سابقا ولا ايش قصتك؟ سكت الكلب. وذكروا هالملاحظه في التقرير، هني اشتبهوا قالوا لا هذا يزور البيت دائما يعني. فعلمهم شلون طريقه وصعد من وين وصعد البلكونه وكذا، وثبتوا اقواله خلاص تاكدوا ان هذا المجرم اللي يدورون عليه. الحين يبي يتاكدون ان هذا هو نفس اللي اغتصب البنت الكويتيه واللي اغتصب الفلبينيه واللي اغتصب الهنديه. يدورون على الماده اللي هي الماده هي الربط في القضيه. يدورون يحاولون، فتشوا بيته فتشوا الدنيا وين، قال انا قطيتها البحر. شنو الماده؟ قال والله ماده مخدره اشتريها من صيدليه من شارع تونس في حولي، في صيدليه ما بذكر لكم اسمها، اعتقد انها مسكره الحين يعني لان انا ما مرت علي. فيقول انا اشتريها من هناك. طبعا بدت التحريات، راحوا وجابوا البنت اللي تم اغتصابها، على طول تعرفت عليه، شكله مميز، أقول لكم شكل الفقمة هذا المميز. قالت هذا هو، أنكر لا والله مو صحيح، كذابة وكذا. تكلم مرة يعترف مرة لا، جننهم وقالهم يبا أنا مريض بالطب النفسي. المهم ثبتوا عليه قضيتين، قضية البنت اللي كان صاعد في البلكونة لأنها شافتها واضحة، وكذلك القضية الثانية هي قضية الفلبينية، لأن اللي الرجل اللي طعنه كان مثبت شكله ومواصفاته وجاء وتعرف عليه. وهني لبست قضيتين، لكن في قضيتين ما قدروا يثبتونهم، قضية الكويتية اللي تم اغتصابها واللي خدر والدتها، وكذلك قضية اللي هي الخادمة الهندية لأن ما حد شافها، وخصوصا إن صارت أحداث، الأحداث صارت غريبة جدا. طبعا الصحافة بدأت تتكلم في الموضوع لمدة 3 أشهر يوميا، والناس عايشة برعب، هل هو هذا المجرم ولا مو هو؟ لأن اليوم الثاني الحين ثبتوا عليه قضيتين، وقضيتين كانت هي المفاجأة اللي سوت خلل في القضية، إن ما تم إثبات عليه قضيتين اللي هي بنت الكويتية والهندية. ليش؟ الولد أثبت لهم أنه في وقت وقوع الجريمة كان أصلاً موجود داخل الطب النفسي، استدعوا الكادر الطبي وتحققوا المستشفى، ولا فعلاً وقت حدوث الجريمة مع الكويتية اللي خدر أمها والهندية وأكثر من قضية بعدين جتهم، وقتها كان أصلاً موجود داخل الطب النفسي، محجوز في جناح يسمونه جناح 16 أو عفوا 14 أو 16. هذا الجناح لمرضى النفسيين اللي يتم احتجازهم ولا يمكن يعني ممنوع الزيارة وما حد يطلع من هالكلام هذا.
وأكدوا طاقم الطبي اللي جابوهم في طبعا مداولات كل يوم قضية كل يوم محاكمة، وجابوا الكادر الأطباء والممرضين وأثبتوا إن كان المجرم هذا اللي هم الحين يتهمونه كان محتجز عندهم في الأيام اللي حصلت فيها الجريمة. فاستبعدت المحكمة القضايا اللي أثبت فيها أنه وجوده داخل الطب النفسي، وأثبتت عليه قضيتين وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. منو هذا الشاب؟ هذا شاب كويتي اسمه فيصل بخيت، واسمه كان ترند قبل لا يطلع الترند في الثمانينات في الصحف وفي الأخبار الرسمية لدولة الكويت. فيصل بخيت الكل يسولف فيصل بخيت، وفي رعب كان مجنن العالم. حكموا عليه الآن بالمؤبد على قضيتين، فحجزوه في السجن المركزي. عبالكم القصة انتهت؟ لا ما انتهت القصة. القصة الله يسلمكم، المادة مجهولة بالنسبة لهم، لكن الطب الشرعي وجابوا بعض الأطباء أو دكاترة الطب والمختبرات ودخلوا فيها هيئة يسمون نفس اللي يسمون البحث وما أدري شنو في الجينات وما أدري، يعني هذول اللي يبحثون عن المواد الكيماوية، نسيت كان عندهم نفس الهيئة. الكل يدرس المادة اللي كان يستخدمها، ما هو راضي يعترف، يقول أنا مستوصف يعني أو عفواً من الصيدليات اشتريها. يوم راحوا الصيدلية ولا كان يشتري منهم مخدر موضعي، يعني الإصابات العظام اللي يستخدمونها اللاعبين أو أي شخص يعني مثلاً يتعرض لضربة في كدمات في القدم في العظام، ففي مخدر يسمونه مخدر موضعي، جابوا المخدر اللي هو يقول إن أنا اشتري منها الصيدلية يطابقونه مع المادة اللي هو يستخدمها، يطلع مو صحيح. يعني مو صحيح إن فيها نسبة، لكن هذه ما تسبب الاختناق، ما تسبب إن واحد يفقد الوعي لهالدرجة، لا لا الموضوع. وهذا ما هو راضي يتكلم، ودوه للسجن المركزي خلاص، قالوا يبقى خلاص كافي عليه حكم المؤبد وخلي ولي. لما جلس في السجن المركزي، وانتم عارفين في طريقة قديمة كانوا يستخدمونها رجال المباحث أو رجال التحري، أن يرسلون مصادر، هو سجين لكن هو في حقيقة الأمر رجل أمن يعيش بين المساجين مدة شهر شهرين ثلاثة، يسحب منه كل المعلومات. فكان في واحد حاطينه حق فيصل بخيت يسولف معاه وكذا ويحاول يتأكد منه، لأنه ما قدروا يثبتون عليه قضيتين اللي الفتاة الكويتية، وكانت هي أعنف قصة يعني حرام، هذه تم اغتصابها وأمها كانت راح تروح يعني، وكذلك المسكينة الهندية. ففي قضايا ثانية مجهولة يبون يتكلم والناس ما هي راضية تشتكي. فيصل بخيت قاعد يسولف في السجن خلاص، يعني استسلم للأمر الواقع أنه خلاص سجن مؤبد، يسولف مع السجين هذا اللي شبك معاه وهو حقيقة رجل أمن. فيقول له أنت والله صراحة صرت مشهور في الكويت. قال له إيه عفو عليك، ما قدروا في بعض القضايا لو يدرون عنها والله العظيم كانوا يعدموني. قال له مثل شنو؟ قال له البنت هذه اللي أنا اغتصبتها وكذي. قال له زين وبعد؟ قال له والهندية وفلانة. يخرب، قال انت شلون يعني شلون كنت؟ قال انا اي وحدة تدخل مزاجي اراقب البيت، اشوف يعني مراقبة لمدة يومين ثلاثة، اشوف البيت منو ساكن فيه، شلون عايشين، مثلا متى يطلعون متى يدشون البيت، البنت هذه وين تنام، يعني اشوف من خلال الاضواء اضواء الغرف وكذا. وكل يوم قال زين وموضوع قالوا في كلب يعني كلاب بوليسية انت ما تخاف منها؟ قال لا انا عندي كلاب اول ومدرب وعارف شلون اخدر الكلب، اخليه بس يشوفني يخاف،
لذلك انا صح كلامهم لما دخلنا الممر ولقينا كلب كبير انا اللي اشرت له كان يسكت، هذا يفتخر ويسولف ويسولف ويسولف. الصدمه في الموضوع قال لي يا فيصل شلون تقول انت اللي اغتصبت البنت هذه وخدرت امها واغتصبت الثانيه هذه الهنديه وفلان وفلان، وانت اصلا طلعوك براءه لانك اصلا كنت محجوز في الطب النفسي. قاعد يضحك قال له هذه هني السر في القضيه. قال له شنو؟ قال له والله يا فيصل انت شيطان. يرفع له وهذا شوي فيه وشه. قال له اصلا انا في الطب النفسي مو مريض نفسي، انا لاني اتعاطى ولما اتعاطى اروح الطب النفسي اختي توديني هناك فمجبورين يدخلوني لاني يعني هلوس وكذي من التعاطي، انا مو مريض انا اتعاطى، فيحطوني في جناح 14. جناح 14 فيه ممرضين اعرفهم، اعطيه 10 دنانير يقول لي اطلع وخذ راحتك، اروح اطلع اروح الجمعيه اروح اتمشى امر ربعي وارجع انام عندهم بس. وعلى هالحاله وانا اصلا اقعد في الطب النفسي علشان هم يوفروا لي الماده المخدره اللي هي ماده بسيطه من التخدير يعطونها حق المرضى كنوع من العلاج، فانا كذلك ابي اخذ المواد هذه اللي يعطوني اياها انام عندهم، لكن بالنهار اعطيه 10 دنانير اقول ما تقوش الحد يعني، يقول لي توكل على الله، وانا اطلع واخذ راحتي واروح ارتكب الجرائم. اغلب الجرائم ارتكبتها لما كنت انا داخل الطب النفسي. قال لا بس، ويبلغون الضابط في الموضوع ويفتحون ملف القضية ويتم استدعاء الممرضين والكادر الطبي في ذاك الوقت وتنكشف القصة. اهلا وسهلا متورطين الطاقم الطبي ب10 دنانير، يعطيهم 10 ويطلع والولد عنده اثبات وجود داخل المستشفى. من كثر ما هو شيطان ويتعاطى فكره الاجرامي، يعني هذا لو انه مو ماسكينه يتطور، لان في بدايته كان مجرد حرامي ينط على البيوت. الحرامي حين انت تخاف منه لما يدخل البيت مو علشان انت والله حاقد عليه يعني سرق منك سلندر الغاز ولا سرق منك دراجة نارية ولا دراجة هوائية، لا مو الخوف منه، الخوف منه هذا اذا فلت من العقاب يستحسن ويستسهل موضوع دخوله للبيت وعدم اكتشافه، فيقوم يعني يرتكب جريمة اكبر، يغتصب البنت، يسرق المحتويات البيت الذهب، يقتل احد، خلاص اعتماده. فهذا اللي حصل مع فيصل بخيت. قال زين المادة هذه اللي يسولفون عنها والله ضحكنا احنا صراحة، المادة هذه شنو اللي كنت تستخدمها؟ قال اسمع، في مادة تستخدم في صناعة البلاستيك او الغرة البلاستيك او اللي او الغرة اللي يلصقون فيها الالواح. هني تذكروا سالفة اللوحات الفنية اللي كان حطها في السيارة ومعاه غرة. قال زين شو تسوي فيه؟ هو البيتكس. قال البيتكس هذا اخذه وحطه في ابرة وحط الابرة يعني اغرسها داخل العلبة اللي اشتريها اللي هو المخدر الموضعي. قال زين ليش سوي كذي؟ قال انا اقول لك اذا خلطتهم مع بعض ورشيتهم على احد الرشاش هذا يصير مثل السلايم، تعرفون السلايم الحين اللي يلعبون فيه الاولاد الصغار، يصير مثل قطعه العجين الخفيفه جدا، اول ما ارشها يروح لك كانه صاروخ يلصق في وجهك، بالاضافه الى ان فيه مخدر يخليك على طول تفقد الوعي. قال له يخرب بيتك، زين وين حاطك؟ قال والله ما دوروا البيت بس غريب انهم ما لقوها، انا حاطه فوق السطح في بيتنا. حلو، ويسحب منه معلومات، يسحب 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 يسحب، ويبلغ رجال الامن في الموضوع ويبدا فتح الملف القضيه من جديد، قضيه البنت وقضيه كذا، وفعلا راحوا الى سطح بيته ولقوا
العلبة اللي هي المخدر اللي كان يسويها، وجابوا المادة الباتيكس وجابوا المادة المخدرة وخلطوهم مع بعض، وطلع فعلا مثل ما قال انها تسبب الاختناق وكذا وتخدر، وانها طريقة يعني غريبة جدا شلون استخدمها، مع انه هو ترى كان في التعليم الموازي يعني ما بعد المتوسط، يعني ما هو تعليم عالي ولا ذكي، لا، لكن الشيطان، والشيطان مخليه فنان في هالأمور هذه. مالكم بالطويلة، أثناء الفترة هذه اللي كانوا، يعني بذكر لكم بعض النقاط اللي كانت غريبة جدا. احكموا عليه الآن على قضيتين ثانية اللي هي الفتاة الكويتية والهندية بالسجن 25 سنة. عفواً، هو كان مسجون بالمؤبد، وهذول حكموا عليه في القضيتين 27 سنة، المؤبد باعتبارها 25 سنة، و27 سنة يعني تم الحكم عليه بالسجن 52 سنة. المفروض إنه إلى الآن موجود في السجن المركزي، لكن تعرفون كالمعتاد في بعض القصص اللي حصلت في الثمانينات، وجاء عليهم سنة 90 الغزو، اللي منهم هرب واللي منهم بقى واللي منهم رجع مرة ثانية سلم نفسه. وعلى فكرة على قضية حنان وفوزي، فوزي اكتشفت انه موجود وعايش الآن، وطلع من السجن عام 2008، وفوزي فعلا في الغزو طلع من السجن لكنه سلم نفسه بعد الغزو، لأن أبو البنت حنان بعد ما كلموا قالوا له ولدنا تعرف طلع بالغزو، والله يخليك نبيك التنازل على القضية وكذا، قال خلاص أنا تنازل عنه بشرط يجي يسلم نفسه، وفعلا رجع للكويت وسلم نفسه، وبعدين تراجع أبو حنان، قال أنا أصلا قلت لكم خلي يرجع بس علشان يكمل السجن، مستحيل أتنازل عن مقتل بنتي، وقعد في السجن إلى عام 2008 وطلع. ففوزي ما ندري عنه طلع في الغزو ولا لا، مسجون الآن ولا لا، لكن تم الحكم عليه ب 52 سنة. من بعض اللقطات الغريبة في الموضوع، لما كانوا يبحثون عن فيصل بخيت وأي سو، كانوا يسألون الضحايا يعني في شيء غريب، البنت ذيك قالت لهم موضوع الخطابة، لا، البنت الثانية يعني من بعض الضحايا اللي كانوا فيه، كان عندنا بعض الضحايا اللي تقدموا بعدين يعني، وان حطوهم من ضمن القضايا لكنه ما قدر انه يعتدي عليهم، وكانوا يطالبون من المحكمة ان تكون اسماءهم سرية وان ما يدخلون في القضية، لكن مجرد شهود اثبات حالة يعني دعم للقضية نفسها، وأدلوا في المواصفات وكذا، وكل واحدة لها قضية لكن التفاصيل غير مذكورة لأنهم دخلوا مجرد شهود. كانوا يسألونهم يعني يحاولون يبحثون عن المجرم اللي له علاقة في القضايا كلها، يسألونهم في شيء غريب، في أحد كان يتابعكم أول، أحد كان يطاردكم يتحرش فيكم بالشارع في الجامعة في السوق، قالوا لا والله بس كان في تحرشات تجينا على التليفون، تليفون البيت، وفي ذاك الوقت الثمانينات لما واحد يتحرش بفتاة ببيت ويتصل على بيتهم ما في يعني كشف يعني كشف الرقم، ما في يعني ما تعرف انت هويت هذا منه يعني، وصعب انك تطلب من وزارة المواصلات ان يكشفوا لك هويته، او ان يتحركوا رجال الامن عشان يكشفوا لك هوية واحد يتحرش فيك بالتليفون، إلا إذا القضية فيها مصيبة أو قضية جنائية أو إرهابية أو كذا، أوكي يتحركون على أعلى مستوى، لأن الموضوع صعب في ذاك الوقت، التقنية كانت بسيطة يتم استخدامها في القضايا الكبيرة، مو القضايا التحرش اللي واحد داق على واحدة يسمعها شريط كاسيت ويضحك وياه وكذا. المهم فسألوهم قالت والله تحرشات وكذا، بما أن الآن إن إحنا في قضية جنائية وكبيرة، طلبوا من وزارة المواصلات أن تكشف لهم عن الأرقام، طلعوا رقمي، قالوا هذول اللي دائما يتحرشون بنفس الضحية اللي جت تقدمت في بلاغ، وممكن يكون لهم علاقة في المجرم.
ولا اللي كان يتحرش فيهم أول دائما يجي يعني يدقدق عليهم طالب في رابع ابتدائي ويسحبونه، ولا الولد يقول أنا أحبها، يحب واحدة هذه الضحية عمرها فوق 30 وكان يشوفها ويعرف أخوها وماخذ رقمهم وكل يدق على تليفون بيتهم ينتظرها ترد عليه بس يبي يسمع صوتها، يعني عشقان الولد هذا اللي برابع ابتدائي. طبعا قضية أذكروها في الجريدة، يعني انفضح الولد وأبوه انصدم من ولده يدقدق على واحدة كبيرة ويتحرش بالناس. جابوا الثاني منه، هذا المقرود، المقرود هذا كان يدقدق ويتحرش في البنت لكن ما يتكلم بس يبي يسمع صوته، يعني قبل من الخجل هذا غزل الطيبين بس كافي عنده يسمع صوته بس ما يبي شيء ثاني. طالع ولد جيرانهم، يوم اكتشفوا ان ولد الجيران هذا اللي كان مأذيهم طبعا حققوا معاه وطالع ما له علاقة في الجريمة لكن عشقان بنت جيرانهم ويدقدق بس يبي يسمع صوتها وكذي وما هو قادر يصارحها، وانكشفت قضية قصة حبه يعني لها وقاموا أهل البنت كانوا راح يذبحونه وصارت سالفة. يعني شوف رب العالم مرات إذا بيكشف واحد يورطه في موضوع ما له علاقة فيه لكن فقط علشان يتأدب يعني أو إنه ياخذ حق ناس ضعفاء. خلوا وزارة المواصلات والداخلية والصحافة الكويتية كلها تركز على هالشخص هذا، وانتشرت سالفته وانفضح يعني في المنطقة اللي فيه انه قاعد يتحرش في بنت جيرانهم. المهم ما لنا علاقة فيه. الحين نرجع الى فيصل بخيت، كان المجرم المتسلسل اللي كان يخدر النساء في الكويت في سنة 80 و81، وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.